بهمة الأبطال وروح الوطنية حقق رجال القوات الحكومية تقدما جديدا في جبهة حرض، ووصلوا إلى مشارف الخط الدائري بالمدينة بعد معارك عنيفة لليوم الثالث تواليا بمحيط مدينة حرض. الآن نحن على مشارف مدينة حرض، وفي الدقائق القادمة سوف نكون في العمق الاستراتيجي لمدينة حرض، ونحن الآن نقترب من الخط الدائري المؤدي من مدينة حرض إلى مدينة مادي. معنويات الجيش عالية جدا، وهناك عدد من الأفراد والقطع العسكرية وصلت إلى هذا المكان لحسم المعركة. تعمل وحدات من القوات الحكومية على تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثا، بالإضافة إلى تمشيط المدينة وانتزاع حقول الألغام التي خلفتها الميليشيات الحوثية. هناك كثير من الألغام تم انتزاع، العشرات من الألغام المتواجدة بداخل المباني وبداخل وسط الإسفلت. 11 عنصرا حوثيا تم أسرهم في مواجهات الجمعة، ليرتفع عدد الأسرى إلى 20 عنصرا بينهم قيادات ميدانية. جثث المغرر بهم للقتال في صفوف الميليشيات متناثرة في مداخل مدينة حرض، تعكس استهتار قيادات الميليشيات بمقاتليها الذي تدفع بهم إلى محارق الموت. نقترب الآن من إحدى جثث الميليشيات التي يعني قضت نحبها في هذه المنطقة قبالة حرض، وهذا الرقم، هذا الحوثي، هذا رقمه، يعني هذا هو مصير الميليشيات الإنقلابية دائما. طبعا هذا قتيل آخر من إحدى ضحايا الزيف الحوثي والإجرام الحوثي التي تم خداعهم. هذا أحد قتل الميليشيات، الآن هذا أحد قتل الميليشيات. وكان رجال القوات الحكومية قد حرروا خلال اليومين الماضيين قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى متاخمة لمدينة حرض، فضلا عن أسر عدد من عناصر الميليشيات واغتنام آليات عسكرية.